السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، ولقاء يتجدد وبرنامج طبيب الأسرة. جت الشتاء وجت معها أمراض الشتاء، وهيكلمنا أكتر عن الموضوع ده. ومشرفنا في الاستوديو الدكتور أيمن حمدي، استشاري طب الأطفال ورئيس أقسام المبتشرين والرعاية المركزة للأطفال. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا وسهلا دكتور. في البداية عايزين حضرتك تقول لنا ما هي أمراض الشتاء؟ بص، هو مفيش حاجة اسمها أمراض الشتاء. مفيش حاجة اسمها أنا لما جيت يعني بلغت العدد قلنا هنتكلم أمراض الشتاء، هو لفظ عام الناس يعني بتتبادله ما بينهم من بعض، لكن احنا بنقول في امراض بتزيد في فصل الشتاء. بتزيد في فصل الشتاء. زي ما احنا بنقول كده، فصل الصيف بيزيد امراض النزلات المعويه والجهاز الهضمي، نتيجه ان معظم او بعض الاكل ممكن يبوظ لو محفوظ، لو موجود بره الثلاجه. نفس القصه برضو امراض الشتاء بيبقى فيه بتزيد نسبتها او نسبه حدوثها في فصل الشتاء. تمام، اللي هي زي ايه بقى يا دكتور امراض الشتاء؟ بص حضرتك، احنا اكتر امراض بتصيب الاطفال فصل الشتاء هي امراض الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي. ولما نتكلم عن الجهاز التنفسي هنتكلم عليه جزء جزء. الجهاز التنفسي بيبدا من الانف، ثم الحلق والبلعوم والحنجره والقصوه الهوائيه والشعب الهوائيه والرئتين. تمام. لو هنتكلم عن جزء جزء، هنتكلم الاول عن الانف. ممكن بيحصل نزلات البرد العاديه، ولازم نفرق ما بين النزلات البرد البسيطه اللي هي عباره عن شويه رشح او زكام بسيط، ودي بقى مش محتاجه اي علاج غير باراسيتامول، والطفل في خلال 3 4 ايام بيخف وما فيش منه مشكله. لكن لو الاعراض دي بقت مصاحبه معها ارتفاع في درجه الحراره، يبقى ده معناه ان حصل تحور من الالتهاب الفيروسي البسيط للالتهاب البكتيري الشديد نتيجه نقص المناعه من الفيروس ده. ده هنا لازم يستوجب معاها الذهاب للطبيب، والطبيب هو اللي بيحدد بقى ايه نوعيه العلاج. بالغالب بندي ممكن ندي مضادات حيويه، ممكن ندي حاجات تخفض الحراره، ندي حاجات للاحتقان بتاع الانف وخضر حي. ده بالنسبه لو قلنا بالالف. الحل نفس القصه، ممكن يبقى التهاب فيروسي بسيط جدا، وده بنعرفه ان بيبقى فيه احساس باحتقان بسيط او الم بسيط في الحلق، وده ببساطه جدا مش محتاج حاجه، سوائل دافيه وخلاص. ممكن قرص باراسيتامول او باراسيتامول شراب كل 6 ساعات لمده 2 أو 3، الاعراض دي بتروح. لكن لو صاحب معه ارتفاع شديد في درجه الحراره، يعني زاد درجه الحراره على 38.5، ده معناه في الغالب ان في التهاب بكتيري صديدي على اللوز، وهنا بيستوجب مع اولا لازم يتاخد مسحه من الزور عشان نشوف هل ايه نوعيه الميكروب ده، بالذات لو ميكروب سبحي. تعرف حضرتك الميكروب السبحي لو متكرر بيعمل امراض روماتيزم. يعني ايه ميكروب سبحي يا دكتور؟ في ميكروب، انواع الميكروبات نوعين، ميكروبات موجبه الجرام وميكروبات سالبه الجرام. الميكروب السبحي ده او اسمه بالانجلش ستريبتوكوكال انفكشن، ده بيصيب اللوز، ولو هو التهاب متكرر في اللوز بنخاف انه ممكن ياثر على العظم بعد كده، وبعد كده ممكن يصيب القلب بما يسمى الروماتيزم. عشان كده دايما بنقول للامهات لازم لو رحت للطبيب واداك علاج لازم المضاد الحيوي يتاخد على الاقل خالص 7 ايام. مش ندي يومين ثلاثه يعني ما يخفش واروح قاطع انا المضاد الحيوي. معظم الاعراض بتعمل ايه؟ الطفل ياخد العلاج، اول ما يخف يومين ثلاثه الدنيا الحراره اتظبطت، الطفل الاعراض راحت، توقف المضاد الحيوي. دي طبعا طامه كبرى. الميكروب بيبقى لسه ما ماتش، ضعف لكن لسه ما ماتش. هنا الميكروب بيرجع اقوى من الاول، بيصيب بعد كده لو الموضوع ده متكرر بتعمله بصوره متكرره، ممكن يؤدي في الاخر الى حمى روماتيزميه. حمى روماتيزميه طبعا دي قصه ثانيه، محتاجين حقن بنسلين طول مفعول كل اسبوعين، وبتؤدي بعد كده فيما بعد الى امراض في القلب وبتصيب صمامات القلب بعد كده. تمام، ده بالنسبه لموضوع اللوز. هننزل شويه على منطقه الحنجره. كل دي يا دكتور الامراض دي، يعني احنا برضه عشان نوضح للساده المشاهدين، هي بتزيد في فصل الشتاء. هي ممكن تحصل طبعا في الصيف، بس تبقى بتيجي بزياده في فصل الشتاء. بتزيد فصل الشتاء. نتيجه البرد، البروده، نتيجه سهل او سهوله انتقال الميكروب من حد لتاني، بالذات لو مثلا في بيت واخوات، واحد بيشرب مكان واحد فالاولاني عنده الميكروب ده ينقله لاخوه، بيت مثلا فيه الاب مدخن، فالمدخن دايما بيبقى عنده نوع من الالتهاب المزمن في الشعاب الهوائيه، ممكن سهل لو بس ابنه ممكن او بنته ممكن ينقل لهم ميكروب. فدايما بنقول فصل الشتاء بيبقى البرودة الجو بتسهل شويه انتشار الميكروب الانفلونزا، بتكتر اكتر عند الاطفال يا دكتور. الاطفال ليه بنقول الاطفال اكتر؟ لان مناعتهم ضعيفه، وفي مشكله تانية برضو بنعاني منها هي سوء التغذيه للاسف. هل تعلم استاذ عمرو ان 50% من اسباب نقص المناعه عند الاطفال هي امراض سوء التغذيه؟
سوء التغذيه. ودي المعلومه اللي احنا عايزين نعرفها. ساعات ام تقول لك ايه، اصل انا ابني مناعته ضعيفه. هي مش قصه مناعته ضعيفه، هي قصه انه عنده سوء تغذيه، انت ما بتغذيهوش كويس. فبالتالي بيحصل له نوع من نقص في المناعه نتيجه سوء التغذيه. مجرد ان احنا بنظبط التغذيه بتاعته، بنديله البروتينات اللي هو محتاجها، بنديله الفيتامينات اللي هو محتاجها، حالته العامه بتبقى افضل، مناعته بتبقى افضل، فبالتالي الامراض بتقل عنده. هيقل عنده الاصابه بالامراض. بس وارد ان هي تجيله، وارد تجيله طبعا، ما فيش حد اميون او ما فيش حد يعني ما بيجولوش مرض، ولكن بيبقى نسبه الاصابه اقل شويه نتيجه ان مناعته اقوى. تمام يا دكتور، لما درجه الحراره ترتفع عند الطفل، يعني ايه اول حاجه ممكن تعملها الام؟ ايه اول حاجه؟ لازم اخفض الحراره دي باي شكل. اهم حاجه نعملها هي كمادات ميه من الحنفيه، مش ساقعه، لان خطا شائع الناس كلها يقول لك هات كمادات ثلج او كمادات ميه ساقعه وحطها على الاطراف. لا طبعا ده خطا شائع. كمادات ميه من الحنفيه اللي هي الفتره العاديه. ونحطها فين؟ برضو خطا شائع، بنقعد نقول في الايدين والرجلين، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنحطها في الاماكن اللي فيها الاوعيه الدمويه، اهمهم الرقبه، تحت الباط، وعلى الفخاد. يعني دي الاماكن اللي فيها الاوعيه الدمويه. لو عايز تحط على الجبهه والايدين ماشي، لكن مش دي الاماكن الرئيسيه. احنا بنحطها في الاماكن اللي فيها اوعيه دمويه علشان تهدي شويه درجه الحراره. اللي هي زي ايه دكتور؟ عشان دي معلومه جديده. على الرقبه، اللي هي على الرقبه، الاورده بتاعه الرقبه والاوعيه الدمويه بتاع الرقبه. في تحت الباط لان فيها اوعيه دمويه، وعلى الفخذ، منطقه الفخذ. دي الثلاث مناطق، اكتر ثلاث مناطق طبعا على الناحيتين. دي اكتر ثلاث مناطق لو عملنا الكمادات مظبوطه هتلاقي الحراره نزلت بسرعه. تمام يا حضرتك، بقى كل لو قلت لو نزلنا بقى هنا هنلاقي الامراض ايه تاني؟ احنا كنا وصلنا عند التهاب الحنجره. في هعرف ازاي التهاب الحنجره؟ هلاقي صوت الطفل بقى فيه بحه. هنا التهاب الحنجره ممكن نوعين، في نوع بسيط مجرد بتغيير في التون بتاع الصوت، تلاقي صوت الطفل فيه بحه. هنا ممكن مع شويه سوائل دافيه مع مركبات الباراسيتامول العاديه ممكن بروح. ساعات بيبقى التهاب الحنجره ده بيبقى شديد شويه لدرجه انه بيقفل الحنجره تماما، نتيجه الحنجره فيها الاحبال الصوتيه بتقفل، فبالتالي بيحصل للطفل صعوبه في التنفس. هنا بيستوجب لازم تروح للمستشفى، بيعملوا جلسات بخار، بنديله ساعات مركبات الكورتيزون كام يوم لحد لما الالتهاب ده يروح، بنديله محاليل، بنديله اكسجين ساعات لحد لما الحاله بتاعته تهدى وبيخرج من المستشفى. اتفضل كمل يا دكتور. نيجي بعد كده بعد التهاب الحنجره هنيجي في التهاب القصبه الهوائيه، برضه له كحه مميزه. الكحه ديت بتبقى كحه ناشفه في الغالب. بننزل بعد كده على الشعب الهوائيه، وبعد كده في الشعيبات الهوائيه. الشعيبات الهوائيه بالذات في الاطفال في اول سنتين في مرض اسمه اكيوت برونكولايتس او التهاب الشعيبات الهوائيه. الشعيبات اللي هي الايه؟ احنا القصبه الهوائيه نازله وبينزل منها الشعب الهوائيه الكبيره، بعد كده بينزل منها الشعيبات الصغيره. الشعيبات ديت ساعات بيحصل نوع من الضيق نتيجه الالتهاب. وده في الغالب بيبقى التهاب فيروسي للاطفال بالذات في اول سنتين. ده لو حاجه بسيطه برضو بندي لهم شويه جلسات بخار، بنزود كميه السوائل الدافيه، نديهم مركبات الباراسيتامول. لكن لو لقيت ان طفلي حصل له صعوبه في التنفس، وهي دي الحاجه اللي بتخليني لازم اروح للدكتور، وفي الغالب الدكتور بيحجز الطفل في مستشفى لو حصل له صعوبه في التنفس. طيب اعرف ازاي الام صعوبه التنفس؟ صعوبه التنفس ليها اربع مراحل لازم كل ام تكون عارفاها. المرحله الاولى بنسميها ان بيحصل فيه نهجان، يعني الاقي الطفل بينهج كده. احنا لسه هنتكلم عن الاعراض. وفي علامه وفي علامه بتبقى مميزه لموضوع النهجان ده، وهو ان المناخير بتاعه الطفل تلاقيها بتتحرك، بنسميها وركينج انزاي او حركه الانف. حركه الانف دي بيحاول انه يستخدم عضلات الانف عشان يدخل اكبر قدر من الهواء علشان خاطر يعوضه عن نقص الاكسجين اللي جوه الرئتين. دي الدرجه الاولى، دي الدرجه البسيطه. الدرجه الاكتر منها اللي بيبقى لازم بقى يعني تروح لدكتور، ولازم في الغالب الطفل لو وصل المرحله دي لازم يتحجز في المستشفى، ان الاقي الضلوع داخله لجوه مع كل نفس، تلاقي الضلوع المنطقه ما بين الضلوع بتخش لجوه، والمنطقه اللي تحت الضلع دي بتخش لجوه. ده معناه ان هو مش قادر ياخد نفسه. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه اللي بتبقى اشد شويه، مرحله اسمها بنسميها جراندنج او النته، تلاقي الطفل قاعد بيعمل كده مش قادر يتنفس خالص. دي المرحله الثالثه ومرحله شديده. اخر مرحله، المرحله الرابعه، بيبقى دي المرحله بتبقى صعبه جدا، وفي الغالب الطفل بيحتاج جهاز تنفس صناعي. دي بيبقى لقى الطفل بيبتدي يزرق، شفايفه تزرق وجسمه بيبتدي يزرق، وبيبتدي الوعي بتاعه يبتدي يبقى مش طبيعي. تلاقي الطفل اللي ابتدى يدوخ، يخش الوعي بتاعه بيبقى مش مظبوط. هنا دي بتبقى حاله شديده جدا، ودي لازم الطفل فورا
يخش المستشفى برعايه مركزه كمان وتحط على جهاز. ممكن يحصل له تشنجات يا دكتور او حاجه؟ موضوع التشنجات دي في الاطفال يمكن في 90% من حالات التشنجات في الاطفال بتبقى تشنجات حراريه. يعني ايه تشنجات حراريه؟ يعني اي مرض إن كان، اي حاجه، التهاب في الحلق، في الزور، في الشعب، التهاب رئوي، اي سبب إن كان، لما الحراره بترتفع فجاه بالذات في وقت قصير بيحصل نوع من التاثير على المخ بيعمل التشنجات ديت، فبنسميها تشنجات حراريه نتيجه ارتفاع الحراره. مجرد الطفل ما بتعمله كمادات وتديله حاجه خفض الحراره زي البوس مثلا خفض الحراره، بتلاقي الحراره هديت وتبدا تشنجات. طب يا دكتور يعني الام تعرف ازاي الحراره ازاي او الطرق البدائيه؟ اولا في حاجات بنقول دايما لازم تبقى في كل بيت، او اهمهم الترمومتر. ترمومتر لان برضه خطا شائع ان الام تعتمد على ايديها لا تقيس الطفل كده وتقول لك انا ده الطفل سخن. اولا الموضوع ده ما بينفعش، لازم يبقى فيه ترمومتر، ولازم اعرف ان الترمومتر له اماكن معينه لازم يتقاس منها. الطفل وهو صغير ممكن من فتحه الشرج او تحت الباط اللي هو في الفتره بتاعت اول سنه خلاص، يمكن لحد 6 سنين، ممكن بعد 6 سنين بيبقى واعي شويه، لما احطه تحت اللسان يبقى هو قادر ان هو عشان ما يحصلش ما يضغطش عليه وما يعملش مشاكل ويستنى وقت معين. ودلوقتي في الحاجات الديجيتال، الترمومتر الديجيتال طلع، في حاجات طلعت احدث منه اللي هو قياس الحراره عن طريق الودن، ده بيبقى سهل جدا، مجرد بتحط الاداه ديت في الودن في ثانيه بيطلع. طب الحاجات دي يا دكتور دقيقه زي الترمومتر؟ دقيقه جدا كمان بالذات بتاع الاذن. في حاجه كمان طلعت احدث بالاشعه تحت الحمراء، بتبقى بتبعده عن الجبهه حوالي مثلا 5 سم وبيقيس درجه الحراره وبتعرفه. ده بيبقى ده احدث حاجه يعني موجوده. بس قياس درجه الحراره مهم. ليه بقى؟ لان انا ممكن زي ما قلت لحضرتك نقيس الطفل كده نفتكر ان هو سخن وهو ما يكونش سخن. ليه؟ نتيجه ممكن يكون الجو اللي حواليه حر، فتلاقي الطفل تلاقي عرقان عرقان، لما تجلسه تحس ان هو دافي، هو مش دافي ولا حاجه. وده تفاعل طبيعي من الجسم نتيجه حراره الجو اللي حواليه. نفس القصه برضو لو الجو برد شويه هتجس اطرافه هتلاقيها ساقعه، واخد بالك؟ مجرد انت ما تدفي الحراره، تدفي الاوضه هتلاقي الطفل رجع تاني طبيعي. ودايما في علامتين دايما بقول للام بالذات الاطفال حديث الولاده، بقول لها خدي بالك جدا من حراره الطفل بالذات في اول فتره بتاعت اول 6 شهور. ليه؟ نسبة الدهون اللي تحت الجلد نسبة بسيطة جدا، فتغيرات الطفل تبع الحرارة اللي حواليه بتبقى سريعة جدا. بمعنى لو الطفل موجود في جو برد هتلاقي برد، وتلاقي درجة الحرارة ممكن تنزل ل 36 وساعات 35. اعرفها ازاي؟ اجس اطرافه ايديه ورجليه هلاقيها ساعة، يبقى هنا اعرف ان الطفل ساقع، اقيس طبعا حرارته واحاول ادفي الاوضة اللي هو فيها. ازاي يبقى على النقيض؟ لو الطفل سخن او الجو اللي حواليه حر هلاقيه عرقان، هلاقي ابص لاقي الجبهه بتاعته في عرق، اعرف ان الجو حواليه حر شويه، ابتدي ان انا افتح شباك، اخفف شويه من الملابس بتاعته، لان تنظيم درجه حراره الطفل بالذات في اول 6 شهور مهم جدا. مهمه جدا. دكتور الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها يعني اعراضها مختلفه ولا زي بعضها؟ لا، ما احنا لما ابتدينا نتكلم قلنا نزلات البرد اللي هو بيصاب التهاب في الانف، بعد كده الحلق. يعني في اعراض عموما مثلا لو حصلت يبقى ده عنده مثلا مرض اعراض الشتاء ولا كل حاجه ليها اعراض؟ لا، هي كل مرض بقى له اعراض زي ما احنا ذكرنا. احنا قلنا والحلق وقلنا الحنجره وقلنا الخصب الهوائيه وقلنا الشعاب الهوائيه، اخر حاجه اللي هو الالتهاب الرئوي. التهاب الرئوي ده طبعا منه اسبابه كتيره، ممكن يكون التهاب فيروسي وده اكتر حاجه منتشره، ساعات بيبقى التهاب بكتيري، ساعات بيبقى بعض الفنجل انفكشن او بنسميه الفطريات ممكن برضو بتعمل التهاب رئوي، بس اشهرهم الالتهاب الفيروسي والالتهاب البكتيري. طب اعرف منين ان الطفل ده عنده التهاب رئوي؟ ما هو كل الاطفال بتكح، ممكن الكحه دي زي ما حضرتك ما بتقول في عرض شائع ما بين كل الحاجات دي هي الكحه. طب اعرف منين؟ الالتهاب الرئوي بالذات بيبقى دايما في حاجتين مهمين جدا، ودي بنقول لام يجب فورا تتوجه للدكتور، وفي الغالب الطفل لو حصل له كده في الغالب بيحجزوه المستشفى. ايه بقى الحاجه الاولانيه؟ هي صعوبه التنفس اللي احنا شرحناها من شويه وقلنا درجاتها. تلاقي الطفل عنده صعوبه في التنفس. الحاجه الثانيه ارتفاع درجه الحراره بشكل كبير، اللي هو بيبقى درجه الحراره فوق تقريبا 39، ممكن توصل 40 وساعات 41 كمان. العرضين دول بالتحديد هم اهم عرضين في التهاب الرئوي. في التهاب الرئوي هنا لازم الطفل
يروح لطبيب، ولو الحاله بسيطه ممكن يدي علاج سواء دواء شرب او حقن. لو الحاله شديده شويه زي ما قلنا درجات صعوبه التنفس اللي هي بدءا من الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، هنا لازم الطفل يتحجز المستشفى. تمام دكتور، كده الطفل جه لحضرتك المستشفى او العياده، طريقه التشخيص بتبقى ازاي؟ اولا اهم حاجه طبعا اللي بنسميه الهيستوري او بنسميه التاريخ المرضي. انا بقعد مع الام، ودايما انا بقول نصيحه لاخواتي وزملائي الاطباء، التاريخ المرضي مهم. ما اجيش انا الطفل اول ما يجي اطلع السماعه واكشف عليه، السماعه دي ده ممكن تكون جزء من 100 جزء في الكشف. التاريخ المرضي مهم جدا. ليه؟ اولا انا عندي طفل مثلا جاي 5 6 سنين، الام بتقول لي والله ده بيجي له التهابات متكرره، لازم اسال هل هو عنده حساسيه في الصدر، هل في تاريخ مرضي للاسره، الاب او الام او اخواته عنده الموضوع. الحساسيه ده مهم جدا ومنتشر جدا، وانت عارف نسبه 10% من الاطفال عندهم حساسيه في الصدر. 10%، تخيل عشر الاطفال، يعني طفل كل 10 اطفال عنده، كتير جدا. فمهم جدا اسال على الموضوع ده. وممكن تكون عنده الام ما تعرفش، ممكن الام ما تعرفش. حاجه تانية، مرض الضرر. الحمد لله رب العالمين احنا دلوقتي مع التطعيم اللي بيتاخد للطفل في اول ايام من عمره ومع الرعايه الصحيه، الحمد لله مرض الضرر يعتبر يعني بقى قليل جدا دلوقتي، بس موجود. لازم اسال هل في تاريخ مرضي للاسره، حد عنده ضرر، هل حد اتحجز في مستشفى صدر قبل كده، هل حد خد ادويه الضرر زي الريماكتان وبعض الادويه المشهوره. فمهم جدا لازم اسال التاريخ المرضي ده عشان اشوف اقدر اشخص الطفل. اذا اول حاجه التاريخ المرضي. الحاجه الثانيه الكشف. اهم حاجه في الكشف لازم اشوف درجه حراره الطفل، ولازم اشوف هل في نهجان ولا لا. ده من كل ده من غير سماعه، يعني انا ما حطيتش ايديا بسماعه وشفت الطفل، لازم اشوف الطفل ده بينهج ولا لا. زي ما قلت لحضرتك العلامات بتاع النهجان، حركه الانف، صعوبه التنفس، دخول الضلوع، النبته، وزرقه الشفايف او الغياب عن الوعي. العلامات دي كلها دي علامات صعوبه التنفس، لازم الدكتور ياخد باله منها، ولازم الام كمان قبل الدكتور تاخد بالها منها، ولو حصل حاجه زي كده تتوجه فورا للطبيب، لان الطفل غير الكبير، الطفل ممكن في خلال دقايق ممكن حالته تدهور. غير الراجل الكبير عنده مناعه شويه ممكن يقعد يوم اثنين ثلاثه، لكن الطفل لا، الطفل مفيش الكلام ده. طرق العلاج بقى دكتور للامراض اللي احنا ذكرناها دي ازاي؟ انا زي ما قلت لحضرتك، لو هو التهاب بسيط فيروسي، نزلات برد بسيطه، بندي مركبات الباراسيتامول وما اكثرها عندنا، بندي حاجات بقى موضعيه زي مثلا لو في زكام في الانف بندي نقط انف، لو في ندي له برضه حاجات سوائل دافيه، الحاجات دي بتهدي نزلات البرد. لكن لو حصل ارتفاع شديد في درجه الحراره، يعني درجه وصل 38.5 او اكتر، لا هنا في الغالب بيبقى بيقلب التهاب بكتيري، لازم هنا الطفل يبتدي ياخد مضاد حيوي، وفي الغالب بيبقى وصل التهاب بقى في الحل، او ساعات بيبقى مصاحب ليه التهاب في الاذن الوسطى. ساعات في مرض كمان مهم جدا وهو اللحميه، وده ساعات كتير اطباء بيتغافلوا عنه. اللحميه دي ساعات بنكتشفها في الطفل من اول يوم، بلاقي الام جايه بتقول لي يا دكتور الطفل مش عارف ياخد نفسه، فابتدي اسمع صدره الاقي فعلا صوت دخول الهواء بيبقى ضعيف شويه، والاقي فيه صوت زكام كده، زكام او صوت المناخير وهي مقفوله، او بنسميه احنا في الطب سنورينج ساوند. الصوت ده لو موجود بقول للام تلاحظيه على مدى الايام الاوليه من عمر الطفل، لو الصوت ده معاه الطفل باستمرار يبقى ده لحميه. لحميه عباره عن ايه؟ قطعه لحم صغيره بتبقى موجوده خلف الانف، بتبقى كبيره شويه. كل ما الطفل ما بيكبر، كل ما التجويف الانف ده يبتدي يكبر، ويبتدي اللحميه دي تضمر ويبتدي يتحسن. في بعض الاطفال الموضوع ده بيفضل معاهم لحد 3 و4 سنين. ال 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 لو وصل الطفل 4 سنين ومعاه اللحميه، هنا لازم فورا لازم اشيله اللحميه. ليه؟ اللحميه بيبقى ليها مضاعفات، من مضاعفاتها التهابات البرد المتكرره، التهابات الحلق المتكرره والاذن المتكرره، التهابات الاذن الوسطى المتكرره، احيانا بيعمل تبول لا ارادي، احيانا مشكله كمان لو الموضوع زاد قوي وساء قوي معاه واهمل، ممكن احيانا بيأثر على القلب ويعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، يعني ده بتبقى حلق متقدمه. كل ده من اللحميه؟ كل ده من اللحميه. فعشان كده المهم جدا الاهتمام باللحميه، الام لازم تعرف اعراضها ايه، والطبيب لازم كمان يكتشفها، ودي بتبقى بالكشف الاكلينيكي، وبنعمل كمان اشعه بنشوف الشكل اللحميه اخبارها ايه، وهل هي ساده الانف ولا لا. وهنا بتتشال اللحميه وما فيش منها مشكله خالص. تمام. طرق الوقايه بقى يا دكتور بتبقى ازاي؟ النصيحه الاهم
مهم جدا الاهتمام بتغذية الطفل. ليه؟ تغذية. لان زي بقول لحضرتك نقص المناعة 50% من اطفالنا عندهم نقص مناعة، مش عشان امراض وراثية، لا، عشان خاطر سوء التغذية. انا بلاقي الام الاكل بتاع الطفل عبارة عن الاتي: شوية بطاطس، شوية رز، مكرونة، واخد بال حضرتك، شوية بطاطس من الاكياس اللي بتتباع بره دي. طبعا طبعا كل الكلام ده كلام يعني ما ينفعش خالص الطفل ياخده، ده مش غذاء. الغذاء يا جماعة لازم يكون فيه عنصرين مهمين جدا: عنصر البروتين وعنصر الفيتامين. عنصر البروتين اللي بقى موجود في اللبن، على الأقل خالص الطفل المفروض ياخد من 2 لـ3 كوبايات لبن في اليوم. هنقول الطفل ما بيحبش لبن، ندي زبادي، ما بيحبش زبادي ندي جبن، ممكن جبنة بيضة، جبنة نستو، الحاجات دي كلها مهمة. اللحوم، الفراخ، الأسماك، البقوليات، بالذات الفاصوليا البيضة. الفاصوليا البيضة على فكرة واللوبيا من الـ من الـ من البروتينات اللي فيها الامينو اسيد او الاحماض الامينيه غنيه جدا. بعكس الفول، الفول كويس برضو بس الاحماض الامينيه اقل شويه. والفول ده ممكن يكونوا بيخافوا مثلا من انيميا الفول او حاجه يعني. انيميا الفول دي قصه تانية، دي بتكتشف للطفل لما نبتدي ناكله فول. ساعات الناس تبتدي تلحس الطفل على عمر 6 شهور كده، يقول لك الاحظ فول، اول ما تدي له فولايه تبص او ميه الفول دي تبص تلاقي الولد بقى بهتان، تلاقي شفايفه دبهتت خالص، وتلاقي جسمه اصفر. بنعمل له تحليل بنلاقي الهيموجلوبين نزل جدا، وصل 5 أو 6. ده بيحصل تكسير مفاجئ في كرات الدم الحمراء، بينتج عنه ان صفرة بت 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 بترتفع، نسبه الصفرة بترتفع في الجسم، وهنا لازم يتنقل له كرات دم حمراء فورا فورا. يبقى كده عنده انيميا الفول. يبقى عنده انيميا الفول. طب دكتور بقى لو عايزين نتكلم عن اعراض الخطر اللي هي ممكن يعني يستوجب ان احنا نخلي الطفل في المستشفى. يمكن احنا قلناها من شويه، اللي هي درجات صعوبه التنفس مع ارتفاع الحراره. يعني دي الحراره فوق 39 دي طبعا دي خطر. النهجان زي ما قلنا، ممكن النهجان البسيط ان الطفل يكون عنده شويه صعوبه في التنفس خفيفه، ممكن بمضاد حيوي وشرب او حقن في البيت ممكن تتعالج. لكن وانس ان احنا دخلنا في المرحلة الثانية اللي هي ابص الاقي ضلوعه بتخش لجوه، سواء الضلوع او الضلع التحتاني ابتدى يخش لجوه، لا، هنا انا دخلت في المرحلة الخطر. هنا لازم يتحجز في المستشفى. طبعا المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة برضه لازم يتحجز في المستشفى. ده اللي هي التنفس والدرجة الحرارة العالية. لما يبتدي الطفل يحصل له ضيق في التنفس ويبتدي ينهج، لا، هنا دي مرحلة خطر، لازم يتحجز في المستشفى، لازم بياخد اكسجين، لازم بياخد محاليل، لازم بياخد مضادات حيوية لو السبب بكتيري، لان طبعا بنعمل تحاليل بنشوف سبب فيروسي ولا بكتيري، بنعمل مزرعة، مزرعة بصاق ومزرعة دم، بنشوف ايه نوع الميكروب ده وبنعالجه بناء على هذا الاساس. ساعات الحالة بتبقى شديدة جدا زي ما قلت لحضرتك، الطفل ممكن نتيجة الالتهاب الرئوي بيخش في موضوع او بيخش في فشل في التنفس، هنا لازم يستوجب معاه دخول الرعاية المركزة بنحطه ساعتها على جهاز التنفس الصناعي، وده بيبقى لايف سيفنج او حاجه بننقذ بيها حياه الطفل. تمام. دكتور عايزين نعرف وظيفه التطعيمات للوقايه من هذه الامراض. دي رساله كويسه ان حضرتك اتكلمت عليها يا استاذ عمرو. موضوع التطعيمات احنا بنتغافل عنه كتير جدا، بنفتكر ان التطعيمات اللي هي التطعيمات الاساسيه بس. انا بوجه رساله لكل اب ولكل ام: يا جماعه احنا اولادنا هي فلذات اكبادنا، احنا بنعيش عشان خاطرهم. ايه المشكله لما مبلغ بسيط جدا تدفعه بان انا ازود بيها مناعه الطفل؟ احنا بنحاول نزود مناعه الطفل باي شكل كان، عن طريق التغذيه، عن طريق التطعيم، فايه المشكله؟ التطعيم بيبقى ابره صغيره جدا بتتاخد في عضل. التطعيم بقى تطعيم الانفلونزا الفيروسيه، ده بقى تطعيم سنوي باذن الله، بيقي الطفل فتره سنه بحالها، بيتاخد جرعه او ساعات جرعتين، ما بين جرعتين ما بينهم شهر. طفل بدءا من 6 شهور ممكن ياخد تطعيم، بندي نص الجرعه من 6 شهور لـ3 سنين، فوق الـ3 سنين معاك لحد 60 سنه مفيش مشكله ناخد جرعه كامله. يعني دكتور حضرتك تقصد التطعيمات دي غير اللي هي لا غير اللي هي بتاعت 18 شهر؟ غير التطعيمات الاساسيه. هو في طبعا تطعيمات ثانيه برضو بتدي وقايه لالتهابات الجهاز التنفسي، زي التهابات الالتهاب الرئوي والتهاب الاذن الوسطى اللي هو بنسميه المكورات الرئويه، ده بيتاخد عن 2 شهر و4 و6 شهور من عمر الطفل. طيب في لو الام مثلا عايزه تدي التطعيمات دي للطفل يا دكتور تعمل ايه؟ مش مشكله تتوجه لعياده اي طبيب، اي طبيب متخصص في الاطفال بيبقى عنده، معظم الاطباء عندهم التطعيمات دي متوفره، وكل ما اتطعمنا بدري كل ما يكون احسن. يعني المفترض ان احنا بنطعمه مع بدايه دخول الشتاء، يعني المفترض التطعيم ده بيتاخد من بدايه شهر 10، احنا دلوقتي دخلنا في الشهر الثاني، وكل بس لسه في فرصه برضه، يعني لان الحمد لله لسه الشتاء ما دخلش.
تلحق تطعم طفلها دلوقتي، لان التطعيم بياخد له شهر على ما يبتدي الجهاز المناعي يبتدي شهر يتعرف عليه على ما يشتغل ويشتغل. مثلا. يكون الشتاء ابتدى يخش بقوته. فكل ما طعمنا الطفل بدري كل ما كنا احسن، ودي رساله بوجهها طبعا لكل الابهات والامهات، بنقول طعموا اطفالكم دلوقتي، لان دي بتدي مناعه للطفل طول فصل الشتاء، بالذات الاطفال اللي عندهم نقص مناعه، اللي عندهم سوء تغذيه، اللي عندهم حساسيه في الصدر. الاطفال دول بعرضه اكتر من غيرهم ان يحصل لهم نزلات برد والانفلونزا والتهابات في الشعب الهوائيه والتهاب رئوي. فبنقول يا ريت يطعموا تطعيم الانفلونزا الفيروسيه السنويه، ده بيبقى مهم جدا. طب يا دكتور، التطعيمات دي ممكن تكون موجوده في المستشفيات؟ لا، هي للاسف هي طبعا ممكن المستشفيات الخاصه، لكن بالنسبه لمستشفيات وزاره الصحه احنا طبعا الحمد لله متوفر التطعيمات الاساسيه اللي هي اللي بيبقى لا غنى عنها، اللي هي بنقول عن تطعيم مثلا عند الوضع الضرن عند شهرين واربعه وست شهور، اللي هو الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب كبدي بيه وشل الاطفال. دي الحاجات اللي هي الاساسيه، واخد في حاجات اضافيه زي الروتا اللي هي تطعيم ضد فيروس الروتا او فيروس اللي بيسبب نزلات معويه، وتطعيم اللي هو المكورات الرئويه. تمام دكتور، في نهايه حلقتنا حضرتك شرفتنا وقلت لنا حاجات جديده احنا كنا اول مره نسمعها النهارده. انا اللي شرفت بيك يا استاذ عمرو، وانا سعيد النهارده ان انا في وسط زملائي. القناه دي انا اشتغلت فيها حوالي سنه، وانا شرفت جدا ان انا كنت مع حضرتك، وبشكر اسره البرنامج وبشكر الاعداد والاخراج، ويا رب ان شاء الله دايما قناه الصحه والجمال دايما بتقدم لنا الجديد وبتقدم لنا يعني افضل حاجه في الاعلام الطبي ان شاء الله. نورتنا. شكرا يا استاذ. وفي نهايه حلقتنا بنشكركم مشاهدينا الكرام، وبنشكر الدكتور ايمن حمدي استشاري طب الاطفال ورئيس اقسام المبتسرين والرعايه المركزه للاطفال، شرفنا النهارده، ومستنيينكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج طبيب الاسره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.